لا شك في ذلك أن من عليه سمى الخير يتعين عليه ما لا يتعين على غيره، بل يجب أن يكون ناصحا لغيره، وإذا كان ناصحا لغيره يكون قبل ذلك مصلحا لنفسه. لكن هذا الانهماك حقيقة نذير شر، والله نذير شر، ما فيه راحة ولا فيه سعادة. إذا كان الناس بهذه الصورة وانخرط من يرجى منه أن يعلم الناس وأن يرشد الناس، انخرط في هذا الباب، إذن من للناس بعد الله عز وجل إذا أصبح الناس سواء؟ ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول لما سئل عن الفتنة ما تقع، قال إذا ساوى الجاهل نفسه بالعالم. انظر، إذا ساوى الجاهل نفسه بالعالم، فما ظنك إذا نسأل الله السلامة والعافية إذا انحط العالم إلى مرتبة الجاهل؟ فأي فتنة بعد أعظم من هذه؟